السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قالت المواقع والجماهير المصرية بعد مباراة الجزائر أمام مصر والتعادل بهدف لمثله. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن تعادل المنتخب الوطني الجزائري أمام مصر بهدف لمثله، وهذا في مباراة ودية أقيمت بأبوظبي الإماراتية لتحضير المنتخبين للتحديات القادمة. والآن لنعرض عليكم بعض تعليقات المصريين والمواقع العالمية. مصر قدمت مباراة كبيرة رغم النقص العددي. المنتخب المصري بيمتلك مدرب عبقري وثقيل شخصية وذكي اسمه ريو فيتوريا. ماتش جامد جدا. من بداية المباراة بعشرة لاعبين كنا الأفضل، برافو منتخبنا. كنا خارج النطاق اليوم، ولكن مباراة في القمة كلاسيكو العرب فعلا. أفضل مباراة من بعد جيل 2010. وأنتم مشاهدينا شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.